تعيش عائلة سوداني ببلدية تبركانين ولاية عين الدفلة أحلك أيامها بعدما وجدت نفسها بدون مأوى بقرار إخلاء المنزل في عز الشهر الفضيل بسبب خلافات عائلية. هذا رمضان أنا فوتوا فيه مع الغبينة مع قاعكين هنا عيشة ومع المرض ومع الغبينة ومع الشي مكاش ومع ولدي مريض ومع الحالة اللي صارت بينا. هذا اللي ما تقول بقول لك ما يبردوا شي بردوا. يبدو والله غالب احنا صلنا عليها وينا ما صلناش عليها وينا وصلنا عليها وينا ماذا بينا احنا ندفع ولادنا ما كاش. اهل المنطقه تاسفوا لهذه الحادثه خاصه وانها تزامنت مع شهر رمضان. والله في هذا الشهر الفضيل يعني عوض يعني ما نرى يعني رحمات ونرى كذلك خيرات ونرى يعني تعاطف وتآزر بين المسلمين. يعني شاهدنا يعني حاله يعني من الحالات التي يندلها الجبين وحالة يعني يتأسف يعني الإنسان عندما يراها ويتحصر. يحنن لهم قلوبهم ويشوفوا الربي وإن شاء الله وأنا حنينة ما تشوفني شاك أنا ذان حنينة كون أنا عندي ويقابلني مسلم هاك نطيح عليه من الكف بصح ما عنديش الله غالب وما كنت شاك وكي ربي قلبني هاك الحمد لله. ليبقى أمل العائلة التي تبيت في العراء لأكثر من أسبوع بعد الله عز وجل في أهل البر والإحسان لمساعدتهم في إيجاد مأوى لهم في شهر الرحمة.